وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد أما بعد حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي اجيب فيه على اسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. اسال الله تعالى ان يجمع لي بين الصواب والثواب كما اساله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. ناخذ هذه المجموعه من الاتصالات. تفضل يا راشد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. عندي سؤالين تفضل. تفضل. السؤال الاول. بالنسبه للذكر اللي قبل الجماع بين الزوج والزوجه الله ما الشيطان ودينه بالشيطان ما رزقنا هل يقول الزوج والزوجه او فقط الزوج؟ طيب وهل يقال قبلها الذكر بسم الله اللهم اجعلنا الشيطان طيب السؤال الثاني شو حكم قول فلان لا يعلى عليه او مثلا هذا الشيء لا هذه السياره لا يعلى عليها مثلا في شيء مثلا هالكلام؟ ان شاء الله راشد مرحبا مرحبا رجاء السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمه الله شيخ اختي حامل بعد يعني عليها دوره الدم نقاط تجوز تصلي عفوا رجاء قولي لي اختك حامل باي شهر؟ الشهر الثاني الشهر الثاني وينزل عليها دم؟ نقاط يعني يسيره يعني المشترة. نعم طيب يعني تجي طيب وانا يعني الصلاه ثلاثة ايام ما صليتها يعني تجي تقضيها طيب شيخ سؤال ثاني شيخ طيب. اي يجوز البس عبايه فيها بعض الزينه عم لازم تكون اسود فيها زينه يعني عبايه سودا فيها بعض الزينه يعني بعد بعد نقاشات في أنا... فيها نقوش عم... يعني ها؟ ايه فيها بعد نقوش عم لازم طيب. تكون يعني سودا سودا ان شاء الله شكرا شاء الله مرحبا اختي اهلا وسهلا ابو ابراهيم الله وبركاته شيخنا السلام ورحمه الله وبركاته كيف حالك شيخنا طيب ان شاء الله اهلا وسهلا حياك ابو ابراهيم شيخنا الله يسلمك عندي خمس اسئله جزاك الله تفضل السؤال الاول الله يسلمك صفه واداب صلاه الاستسقاء ان شاء الله والسؤال الثاني الله يسلمك ما صحه الدعاء آه، لمن لبس ثوب جديد لو هو آه، لبست لبست جديد وعشت حميدا ومت شهيدا وهل هذا ينطبق هذا الدعاء على من يلبس ساعه او نظاره جديده ام هذا فقط للثوب الجديد؟ ان شاء الله جزاك الله والسؤال الثالث الله يسلمك آه، حكم استبدال السلام بقول في امان الله عند الافتراق ان شاء الله والسؤال الرابع الله يسلمك آه، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفض يديه بعد الوضوء ينفض يديه نعم الاثنين نعم السؤال الاخير ذاك الله خير هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في التشهد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد هكذا ان شاء الله ابراهيم ذاك الله خير شيخنا بارك اهلا وسهلا اهلا وسهلا تفضل ابو معاذ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله حفظك الله يا شيخ عندي سؤال في عندنا امراه يعني توفى زوجها من 15 سنه وغادرت البلاد وقبل ما تغادر البلاد حصلت حصلوا الحقوق يعني من الشركه اللي كان يشتغل فيها زوج الحرمه فاودعت اودعت منها مبلغ في البنك الاسلامي وعلى اساس انها بتكون تراجع البنك في كل فتره واخرى بين فتره واخرى لكنها سافرت ولم تتمكن من العودة منذ 15 سنة لين الحين عادت الحرمة إلى هنا ف والمبلغ هذا مجمد في البنك فهل عليه زكاة مع العلم أنه الورثة هي من ضمن الورثة ومع أربع بنات وولد وبيكون الولد ضرير ومزوج وعنده أولاد وش سبب تجميد المبلغ يا أبا معاد ما هو السبب السبب طال عمرك على اساس انها ما قدرت تعود الى ما حصلت على فيزا للعوده الا في هذه الايام المثيرة. والمبلغ كان في حساب جاري ولا توفير؟ لا الحساب توفير كان وينزل عليه ارباح ها؟ لما سحبت المبلغ الحين نزلوا لها 7000 ارباح فوق المبلغ يعني فهل على المبلغ هذا زكاه؟ كم؟ نزلوا لها تقريب 7000 ارباح يعني المبلغ خلال 15 سنه يعني اي نعم طيب يا ابو معاذ تسمع الجواب ان هي هي تبغي هل على هذا المبلغ زكاه مع العلم انه حق ورثه يعني حق الورثه وولدها بيكون كم. ضرير وايتام يعني. يعني هي واولادها؟ اي نعم، هل هي هل لديها هل تستطيع ان تقدر تخرج زكاتها؟ طيب ابشر يا ابو معاذ ابشر. جزاك الله خير. مرحبا مرحبا. تسلم ام احمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله يا شيخ عندي سؤال على الصلاة أنا أفكار المساء والصباح مال الصباح بس بقولها عقب صلاة الفجر وما للمساء بقولها عقب صلاة العصر فبعرف هي صحيحة ولا لا إن شاء الله وعندي بعد سؤال ثاني يعني ساعات وما أجي أصلي أقيم الفرد أنسى الإقامة يعني ما أق... ما س... ما سويت الإقامة يعني قلت الله اكبر وقريت الفتحة بس في نيتي هو الفرض. ان شاء الله. كملت فكملت الفرض وسلمت فهذا عليه آه يعني سهو اقعد السهو. ان شاء الله يا ام احمد. الله يخليك. اهلا وسهلا ومرحبا. ابو ياسين. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله. جزاكم الله بخير جزاكم الله بخير اريد توضيح جزاك الله بخير عن سؤال امس جزاك الله بخير اريد توضيح حول توضيحا مفصلا اكثر وضوحا جزاك الله بخير ما هو حول البقعه الارضيه التي اشتريتها انا واخي في المغرب ايوه انها مشتريه منذ ثلاث سنوات لم نزكيها منذ ثلاث سنوات جزاك الله بخير وهي في مجال وهي في مجال قروي في مجال القراوي مزروعه وصعب تحديد ثمنها لحد الساعه فكيف كيف احدد ثمنها رغم انها في وضع قروي في هناك مجموعه من البقع التي المجاوره لها غير معرضه للبيع لحد الساعه اريد توضيح جزاك الله بخير وانت يا ابي ياسين عرضتها للبيع لا لم اعرضها للبيع اشتريناها ووضعناها مستقبلا ولم نعرضها للبيع أب طيب أبقى. انا ذكرت لك بالامس ذكرت لك فصلت لك في المساله نعم. هذه ما فيها زكاه ما دام انك ما عرضتها في السوق ما فيها زكاه بارك الله فيك جزاك الله بخير و... 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 من فضلك لدي سؤالين من فضلك تفضل تفضل لو... جزاك الله بخير اقترضت قرض من منزلي في فرنسا قرض ل... لبناء مسكن نعم من البنك. آه، تورطوا في اقوال بعض الناس الذين آه، يفتون بدون علم سمحهم الله آه، ولدي آه، عندما عندما احضرت تصميم المنزل آه، قالوا لي يقام لك ب 160 الف آه، ولكن آه، اقترضت النصف 80 الف آه، ولكن في هذه الساعة عندما آه، بفضل الله وفضلكم آه، الله. توسعنا في العلم عندي حسيت باني ارتكبت ارتكبت خطا نعم. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى وعون عون شخص من العائله اقترض لي مال وقدمت شيء من عندي وعوضت المبلغ الباقي لكن لدي لكن السؤال القرض الذي اقترته على نسبتين، نسبة بفائدة ونسبة بدون فائدة، ولكن اليوم اليوم أديت الواجب أديت جميع المبلغ الذي فيه فائدة وبقي لي المبلغ الذي الذي لا يشتمل على الفائدة، هل علي أن أؤدي كل المبلغ أم الذي ليس فيه فائدة فيه شيء؟ جزاكم الله خير. ابو ياسين. نعم يا استاذ. أنت اقترضت الآن ثمانين ألف من مصرف ربوي لأجل إكمال شراء البيت والقرض هذا نعم. القرض هذا على قسمين قسم بفائدة وقسم بغير فائدة الآن خلصت نعم. القسم الذي بفائدة بقي القسم الآخر من دون فائدة تسأل هل يجب عليك أن تكمل قضية السداد؟ نعم يا أستاذ هذا هو سؤالك نعم يا سيدي طيب بالنسبة لهذا القريب لك الذي أعطاك وساعدك ساعدك نعم. أيضاً قرض هو؟ قرض هو قرض هو واحد. أقرضك ها؟ قرض بدون فائدة جزاء الله طيب سددته سددت الأخ هذا ولا ما سددت بعد؟ لم أسدد بعد أي طيب يعني إذا الآن بقي عندك المصرف يطالبك بمبلغ من دون فائدة وقريبك هذا يطالبك بمبلغ من دون فائدة صحيح نعم طيب أعطنا السؤال الثالث السؤال الثالث لدي اخ زوجتي صم وبكم لا يعرف الكتابه العربيه ولا يصلي فما هي الخطوات التي يمكن ان نخطوها نحوه لكي يتعلم الصلاه ويصلي ان شاء الله كم عمره؟ عمرها 42 سنه وما صلى من يعني اول مره يعني تريدون تعلمونه؟ نعم عندما سكنت في فرنسا وهو في فرنسا ونريد ان يعني نعلمه كي نطلب منك ان شاء الله ابشر يا ابا ياسين تسمع الجواب بحول الله جزاكم الله بخير يا حافظ مرحب مرحب الله وياك مرحبا مرحبا واياك مرحبا تفضل يا عتيق شيخ لباس مرحبا مسهلا اهلا وسهلا تسلمتك بخير خير ونعمه الحمد لله السؤال يا شيخ الامس يامس ما هو واضح للابناء ماذا؟ ايام سألتها تكلمت معك بالنسبه للسؤال الامس اعد السؤال اعد السؤال ما هو السؤال؟ سؤالات البنات اللي عندي الاملاك اي انا عندي عندي بنات اي وما عندي ذكور ها ما عندك ذكور وانا باغي نكتب الاملاك للبنات من اجل اذا جاب الله الممات الوراث ما يورثوا اي يعني قصدك تحرم اخوانك ايه ويجوز لي والله لا يجوز ان شاء الله يا عتيق شكرا جزيلا والله اهلا سهلاً أهل وسهلا أهل ومرحبا أهل طيب بارك الله في الجميع اكتفي بهذا القدر آه اليوم عندي مجموعة أسئلة الأخ راشد بارك الله فيه من أبو ظبي يقول بالنسبة للذكر الذي قبل الجماع بين الزوجين هل هو يقوله الزوج أم يشترك فيه آه الزوجان ويقول هل هناك يعني تسمية قبل قبل ايضا الذكر هذا آه راشد بارك الله فيك صح عن النبي عليه الصلاه والسلام انه ارشد آه الرجل اذا اتى اهله ان يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا اختلف العلماء هل آه هذا الذكر يقوله الرجل خاصه ام انه مشترك بين الزوجين الذي يظهر والله تعالى اعلم انه مشترك بين الزوجين مشترك بين الزوجين فالزوج يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا والمرأة تقول كذلك بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وهذا قبل الجماع بارك الله فيك ورضي عنك راشد بارك الله فيه يقول ما حكم قول فلان لا يعلى عليه هذه السيارة ما يعلى عليها هذا الشيء ما يعلى عليه راشد بارك الله فيك بالنسبة لي قول الناس هذا لا يعلى عليه وهذا الشيء لا يعلى عليه هم يقصدون يعني الثناء على الشخص يقصدون بيان قيمة هذا الشيء وإلا العبارة غلط في الأصل العبارة غلط في الأصل فالله جل وعلا يقول وفوق, وفوق كل ذي علم عليم هذا أمر الأول الشيء الثاني حق على الله عز وجل ما ارتفع شيء إلا وضعه ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سابق الأعرابي على ناقته القصوى وكانت لا تسبق فقام الأعرابي على جمل فسبق ناقة النبي عليه الصلاة والسلام فحزن الصحابة دخلهم حزن وألم كيف هذا أعرابي ناقته تسبق أو جمله يسبق ناقة النبي عليه الصلاة والسلام فطمأنهم النبي عليه عليه الصلاة والسلام قال حق على الله على الله ما ارتفع شيء إلا وضعه ما ارتفع شيء إلا وضعه وأنت تشوف الآن مثلا حتى الأشياء شوف السيارات الآن يطلع موديل من السيارات الناس يقولون ما فوقها شيء ويطلع شيء أفضل وكذا فالعباره من حيث الاصل غلط، لكن من حيث الاستعمال الناس ما يقصدون هذا، لكن يقولون يعني يحاولون يثنون على هذا الشيء، او يقولون هذا الشخص ما يعلى عليه، لا هذا غلط، لا الشخص ما في احد ما يعلى عليه. واشرف الخلق هو النبي عليه الصلاه والسلام، صحيح اذا قلنا بان ما يعلى على النبي عليه الصلاه والسلام من جنس البشر كلمه صحيحه، اما يجي الانسان يطلق يطلق الكلمه يقول فلان ما يعلى عليه هذا غلط. رجاء من العراق تقول اختها حامل في الشهر الثاني ينزل عليها نقط من الدم اليسير تركت الصلاه مده ثلاث ايام ماذا عليها؟ رجاء بارك الله فيك اخبري اختك بانها تقضي الايام الثلاثه لان هذه النقط اليسيره جدا ليست بدوره شهريه حتى ولو لم تكن حاملا. لاحظي لو لم تكن حاملا فان هذه النقاط ليست بشيء لان الله جل وعلا قال ويسالونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض، والحيض هو السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال وحاضت الشجرة إذا خرج منها العصارة هذه، أما النقط اليسيرة ما تسمى حيض هذه ما تسمى إلا إذا كثرت بحيث أنها لو اجتمعت يعني تأخذ مثلا كمية الدم النازل، ولذا وأيضا أمر آخر مسألة الحامل، الحامل يقولون بأنها ما ما تحيض، وهذه مسألة خلافية فاجتمع عند اختك كونها حامل وكون الدم اللي نزل مجرد نقاط اذا يجب عليها ان تقضي الايام الثلاثه وتستمر في الصلاه رجاء من العراق تقول هل يجوز لي البس عبايه فيها نقوش وزينه ام لازم تكون سوداء رجاء بارك الله فيك اولا بالنسبه لحجاب المراه ربنا جل وعلا اوجب وفرض على المراه الحجاب قال الله جل وعلا: يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. ويقول الله جل وعلا: وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. والنصوص في هذا كثيره ايضا ورد في السنه كيف كان كانت امهات المؤمنين ونساء الصحابه كيف كانوا يتحجبون والمسأله الثانيه المقصود في الحجاب ما هو؟ ستر المرأه المقصود في الحجاب ان تستر المرأه بدنها ولو ان امرأه لبست من اعلى راسها الى اخمص قدميها الاسود لكنه حجم بدنها وبين تفاصيل وتقاسيم جسمها هذا ليس بحجاب حتى لو كان اسودا لماذا؟ لان هذا ينتفي به الحكمه من الحجاب تنتفي الحكمه ما يعني الفائده؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الصنفان من أهل النار لم أرهما بعد وذكر النساء قال نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد مسيرة كذا وكذا الأمر الآخر امرأة الآن لبست العباءة والجلباب لكنه مزخرف ومزكرش وملون ومورد هذا طبيعي جدا أن يلفت الانتباه يلفت الانتباه فما الفائدة إذا إذا لبست مثلا لباسا أسودا لكنه فيه الزكرشة والنمنمة والورود ال 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 هذا ليس بحجاب هذا خرجت لتلفت نظر الناس إليها ولذلك الحجاب اللي فعلا حجاب شرعي هو الذي يستر بدن المرأة كاملا من دون أن يكون فيه شيء يلفت النظر بارك الله فيك ولا يشترط السواد اخت الفاضله وان كان هو الافضل أم امهات المؤمنين ونساء الصحابه لبسنا السواد وفضل هذا كثير من الفقهاء قالوا وافضله السواد لماذا لانه في الغالب ان الاسود يستر المراه وما يلفت النظر لكن لو اعتاد اهل بلد مثلا على لبس اللون البني مثلا او اللون الابيض مثلا النساء في في بعض البلاد النساء يلبسن الابيض خلاص تاخذ عرف بلدها وعاده اهل بلدها بارك الله فيك او بعضهم يلبس مثلا البالطو او الجلباب الطويل السابغ الساتر الفضفاض وما يكون اسود يمكن لو لبست اسود تميزت عن الناس اصبح شهره مثلا ها فهنا هنا تاخذ لباس نساء بلدها أبو إبراهيم من عجمان بارك الله فيه يسأل يقول يريد يعني صفة صلاة الاستسقاء وبعض الآداب أبو إبراهيم بارك الله فيك بالنسبة لصلاة الاستسقاء هذه سنة سنها النبي عليه الصلاة والسلام وخرج إلى الصحراء وخرج معه الصحابة وصلى بأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم وصفة صلاة الاستسقاء كصلاة العيدين تماما صفة صلاة الاستسقاء كصلاة العيدين تماما الإمام يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام وفي الركعة الثانية يكبر ست تكبيرات مع التكبيرة الانتقالية يعني لما يرفع من السجود إلى الركعة الثانية يقول الله أكبر هذه التكبيرة انتقالية ثم يأتي بخمس تكبيرات يأتي بخمس تكبيرات يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بسورة من السور سبح أو مثلا الجمعة أو مثلا الضحى مثلا وفي الثانية بعد الفاتحة أيضا ما تيسر من القرآن سورة أو آيات بعد ذلك الإمام يخطب الناس يخطب الناس ويذكرهم بالله عز وجل ويخوف ويخوف الحضور مواضع سخط الله عز وجل يدعوهم الى اخراج الزكاه، يدعوهم الى كثره الاستغفار، يدعوهم الى الى الابتعاد عن المعاصي والذنوب والخطايا والاثام، يحثهم على التزام طاعه الله والقيام بالواجبات وبالحقوق، يذكرهم بهذا وبين لهم شؤم المعاصي وان من شؤم الذنوب والمعاصي منع القطر من السماء. فبسبب الذنوب والمعاصي يمنع الخلق القطر من السماء والغيث ثم بعد ذلك يدعو الله عز وجل ويقلب رداءه يعني يحول الايمن الى الايسر والايسر الى الايمن تفاؤلا بتحول الحال تفاؤلا بتحول الحال من الجد الى الخصب ومن القحط الى يعني المطر والغيث والسنه انه يدعو ثم يتجه الامام الى القبله ويدعو بينه وبين ربه يعني يخلص في الدعاء بينه وبين ربه هكذا الناس يقلبون ارديتهم ومن الاداب ان يخرج الناس متبذلين وان لا يخرجوا كما يخرجون للعيد الناس في العيد يخرجون بلباس جميل و يعني نظافه و وكذا لا في الـ في الـ في الاستسقاء على خلاف الحال لماذا لانهم خرجوا فقراء يرجون ما عند الله عز وجل من الرحمة خرجوا متذللين منكسرين باكين خرجوا متضرعين مخبتين لله رب العالمين ولذلك ينبغي أن, أن تكون حالهم حال تبذل يظهرون الفقر والانكسار بين يدي الله عز وجل يظهرون الحاجة ويدعون دعاء الـ الـ الإنسان الفقير المسكين المحتاج لا يدعون بدعاء قلب غافل ولاهي ولا يدعون بدعاء هكذا يدل على عدم حاجتهم الى المطر، لا، ولذلك يعني وجود المطر علامه على وجود الغيث علامه على رحمه الله عز وجل، لان الله تعالى سماه رحمه، ومنع القطر من السماء علامه سوء، نسأل الله العافيه والسلام، ولذلك هذه يعني تجعل المسلم يخاف يخاف ويرجع الى ربه سبحانه وتعالى. وبعض الناس يعتقد يقول نحن لسنا في مثل الزمان السابق يعني كان الناس يحتاجون الامطار هذا غير صحيح الامطار ليست فقط الامطار حتى منسوب المياه الجوفيه ترفعها اذا قدر الله ونزلت الامطار ترفع مستوى المياه الجوفيه الان اللي الناس يسحبون هذه المياه بشكل كبير جدا ولذلك هذه بعض بعض الآداب بارك الله فيك ورضي عنك أبو إبراهيم يسأل يقول ما حكم يعني الدعاء الوارد في لبس الثوب الجديد البس جديدا وعش حميدا ومتشهيدا يقول وهل هذا ينسحب على من لبس نظارة أو ساعة أو شيء جديد أبو إبراهيم بارك الله فيك طبعا هذه المسألة تنقسم إلى قسمين بالنسبة لمن لبس ثوبا جديدا فإنه يدعو بدعاء خاص واما لبس الثوب غير الجديد يعني بمعنى ان الانسان يلبس ثوب يعني مستعمل يلبسه دائما فله دعاء خاص، هذا الذي يظهر على التحقيق، ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام كما يقول ابو سعيد الخدري اذا استجد ثوبا سماه، اذا استجد ثوبا سواء كان ثوب او عمامه سماه عليه الصلاه والسلام ثم يقول اللهم لك الحمد انت كسوتني اسالك من خيره وخير ما صنع له، واعوذ بك من شره وشر ما صنع له، فأي إنسان يشتري ثوب جديد أو يلبس ثوب جديد مثلا يقول هذا الدعاء، يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني. سواء طبعا الثوب إذا قلنا الثوب يطلق على كل ما يلبسه الإنسان. هذا البشت يسمى ثوب. عند في لغة العرب وفي وفي السنة النبوية، هذا يسمى ثوب. هذا في, في السنة يعني. آه وفي لغة العرب يسمى ثوب. الثوب هذا الان اللي يتعارف عليه الناس هذا قميص كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس القميص يعني الثوب هذا المعنى اما الثوب يطلق على كل قماش الرداء والازار يسمى ثوب قال احرم بثوبين الازار والرداء العمامه ثوب البشت ثوب العباءه ثوب وهكذا فلذلك اذا استجد انسان ثوبا جديدا قال اللهم لك الحمد انت كسوتنيه الى اخر الدعاء الذي ذكرته قبل قليل. اما اذا لبس ثوبا يعني غير جديد يقول الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول ولا من حيل غير حول مني ولا قوه. يقول النبي عليه الصلاه والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. طبعا زيادة وما تأخر زيادة منتقدة عند أهل العلم غير محفوظة طبعا فأي إنسان يلبس ثوب عادي أنت الآن أردت أن تذهب إلى المسجد ولبس ثوبك تقول الحمد لله الذي كساني هذا من غير حول مني ولا قوة من قال هذا الدعاء غفر له ما تقدم من ذنبه الله أكبر عمل يسير لكن شوفوا الأجر والثواب كيف هو عظيم بارك الله في الجميع أبو إبراهيم يسأل يقول يعني بعض الناس الآن يستبدل السلام بقول في أمان الله، يقول ما حكم ذلك؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، طبعاً تحية أهل الإسلام السلام. تحية أهل الإسلام السلام، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عند الدخول والقدوم على الناس وإذا أراد المغادرة قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فليست الأولى بأحق من الثانية كما جاء بذلك النص واما قول في امان الله كلمه طيبه وجميله لكن يقول يقولها الانسان بعد قول السلام عليكم مثلا او قبلها مثلا فاذا شخص الان اراد ان يودع اناس كان جالسا في المجلس مثلا واراد القيام او مثلا شخص اراد السفر يقول يقول في امان الله السلام عليكم ورحمه الله هذه السنه الواردة في عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة، فكلمة في أمان الله كلمة طيبة كلمة طيبة لكن يصحبها السلام إما قبلها وإما بعدها. أبو إبراهيم يسأل يقول هل كان النبي عليه الصلاة والسلام ينفض يديه بعد الوضوء؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك ثبت من حديث أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها أنها لما أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنديل بعدما توضأ ما اراده واخذ ينفض يديه صلى الله عليه واله وسلم ينفض يديه يعني ما نشف اعضاءه بالمنديل وهذا لا يعني ان السنه عدم التنشيف لا وانما هذه واقعه عين حصلت النبي عليه الصلاه والسلام في في هذا الموقف في هذا الموقف ما نشف اعضاءه وكان تنشيف الاعضاء معروف بدليل أن أم المؤمنين ميمونة أتت له بالمنديل إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ينشف أعضاءه لكن في هذه المرة ما أراد وما, وما نشف أعضاء لماذا الله أعلم يعني العلماء يقولون قد يحتمل بأن ما رغب في المنديل كان الجو حارا مثلا وأراد إبقاء الماء على, على أعضائه قد يكون رأى في المنديل شيء ما أحبه يعني مثلا كرهه مثلا هذه كلها هذه حادثة عين ما تعمم ونفض اليدين ليس سنة بارك الله فيك نفض اليدين ليس بسنة يعني لا يعتقد الإنسان والله بعد الوضوء من السنة أن ينفض يديه مثلا لا هذا غير صحيح وإنما مثل ما ذكرت هذه واقعة عين فلما ما نشف النبي عليه الصلاة والسلام أعضاءه احتاج أن ينفض يدي صلوات ربي وسلامه عليه أبو إبراهيم يسأل يقول هل كان النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد يصلي على على النبي عليه الصلاه والسلام الجواب نعم بارك الله فيك فالصحابه رضي الله عنهم نقلوا التحيات هذه والتشهد عن النبي عليه الصلاه والسلام ولذلك كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا جلس للتشهد كان يصلي يقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وايضا في التحيات كان يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عابده ورسوله. ولذلك الصحابه نقلوا لنا هذا عن النبي عليه الصلاه والسلام. فالثابت ان النبي عليه الصلاه والسلام كان ياتي بالصلاه على النبي في الصلاه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه ولا شك بأن صلاة الله على نبيه هو ثناؤه عليه في الملأ في الملأ الأعلى أبو معاذ من الشارقة بارك الله فيه يقول هناك امرأة توفي زوجها وخرجت من الدولة قبل 15 سنة وغادرت البلاد وكان ما خلفه الزوج أودعته في المصرف الإسلامي يقول عادت الآن وتمكنت من الرجوع يقول الآن المبلغ للورثة هي وعندها أولاد وأعطيت سبعة آلاف أرباح على هذا المبلغ يظهر بأنه في حساب توفير يقول هل عليه زكاة أبو معاذ بارك الله فيك طبعا الأصل في هذا المال أنه يزكى الأصل في هذا المال أنه يزكى وأن كل وارث من الورثة يزكي نصيبه يزكي نصيبه هذا الاصل او يقوم الولي المسؤول عن هؤلاء الـ عن هؤلاء الورثه الذين هم قُصّر هو الذي يزكي عنهم يخرج عنهم الزكاه لكن الان في مشكله حقيقه وهي ان هذه المرأه جمدت هذا المبلغ وحبسته ثم ذهبت ما يعني قد يكون تكون المرأه تجهل هذا الحكم يعني الان لو انها اخرجت الزكاه مده 15 سنه سيجتمع عليها ضرر على ورثتها ولذلك الذي أرى لها أن تخرج زكاة سنة واحدة عن هذا المبلغ جميعا عن الورثة وأن تستقبل حولا جديدا وذلك للتالي أولا لكونها تجهل الحكم ومثل هذه المسائل يحصل فيها الجهل المسألة الثانية أن هذا المال جمد وسبعة آلاف هذه اللي جاءت أرباح هذه في الواقع ربما تقضي على يعني لو اردنا ان نامرها باخراج الزكاه قضت على المال كله، والشريعه ما تجمع على الناس ضررين مثلا او مفسدتين او خسارتين، ما تجمع الشريعه على الناس هذا. ولذلك بسبب الجهل وعدم الفهم لهذه القضيه افتيها بانها تخرج عن سنه واحده فقط الا اذا كانت عندها علم ودرايه وتفهم هذا الشيء وتعرف بان في زكاه. الله يعينه على إخراج الزكاة عن السنوات الماضية أم أحمد من الشارقة بارك الله فيها تقول أنا في أذكار الصباح والمساء أذكار الصباح آتي بها بعد صلاة الفجر وأذكار المساء بعد صلاة العصر مباشرة هل فعلي صحيح؟ أم أحمد بارك الله فيك نعم الجواب نعم بارك الله فيك وتقبل الله منك وزادك الله حرصا هذا هو وقت أذكار الصباح وأذكار المساء بعد الفجر ولو قلتيها من بعد أذان الصبح جائز وكذلك بعد صلاة العصر بالنسبة لأذكار المساء أبو ياسين طبعا من فرنسا رجع يقول يسأل عن زكاة الأرض اللي سأل عنها بالأمس يقول نحن في قرية وما استطعنا نقيم الأرض وأنا أوضحت له تبين بأنهم ما عرضوا الأرض للبيع هو يقول نحن اشتريناها لأن نبيعها فيما بعد قد لا تبيعونها يا أبا ياسين قد يتجدد شيء مثلا قد تستثمرونها مثلا لكن ما دام أنك ما عرضتها في السوق فما تزكيها بارك الله فيك فإذا عرضتها في السوق أدخلتها في السوق وعرضتها آه زكيت أما تقول لي لا أصلا نحن عندنا مال أنا وأخي عندنا مال والمال هذا بلغ النصاب فقلنا بدل ما نخليه في المصرف خلنا نشتري أرض نحفظ فيها المال نعم يجب عليكم زكاة هذه الأرض ما دام أنكم نويتم بهذا بهذه الأرض أن تبيعونها ولو بعد حين تزكونها سنويا يا أبا ياسين. يا أبا ياسين عرفت الفرق كيف؟ أنا أعيد لك إذا الآن أنتم اشتريتم هذه الأرض اشتريتم هذه الأرض وقلتم احتمال بعدين أننا نبيعها يعني فاحتمال ما تبيعونه وأنتم ما عرضتوها في السوق ما عليكم زكاة. لكن الصورة الثانية لا عندكم مال بلغ النصاب وهذا المال تزكون سنويا فقلتم بدل ما نجعل هذا المال بهذه الطريقه نحوله الى عرض من عروض التجاره. اشتريتم ارض بدل ما تشترون سياره. اشتري مثلا اشتريتم ارض بدل ما تشترون بنايه او او بيت. يعني حولتم هذا المال الى عين ونويتم به التجاره. ولو لم تعرضوه فان الزكاه واجبه فيه تقيمونه. التقييم يكون بسؤال عن أسعار الأراضي في القرية اللي أنتم فيها مثلا يعني مثلا أنتم كم اشتريتوها يعني إذا مثلا ما وصلتم إلى جواب قيمة الأرض اللي اشتريتم فيها تخرجون زكاة سنويا من؟ تفضل يا رنا السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله لو سمحت يا شيخ عندي سؤال بالنسبة لزكاة المال خصصنا جزء من زكاة المال لطالبة كدفع لرسوم الجامعة ولكن الطالبة لم تلتحق الجامعة لمدة سنتين فهل زكاة المبلغ المخصص موجود يعني مقصود ولكن لم يعطى نفسها فهل يجوز مثلا احتفاظ بزكاة المال إلى حين التحاقها في الجامعة؟ هذه البنت يعني قريبة لكم يعني؟ نعم قريبة لنا ولا تستطيع دفع أجر لكن ليست ليست من بناتك لا 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 أيه؟ الان ما التحقت وما عندها نيه تلتحق ها؟ والله يا شيخ مو مبين يعني احنا مو عارفين سالنا والدها والدها بيحكي أنها لم تلتحق في الجامعه ما عندها نيه حاليا هي سنه ثانيه تانية في الجامعه ولكن عشان تكمل طيب أبشر يا ف... رنا فال... فالمبلغ موجود فله سنتين موجود لسنتين زكاه مال سنتين ان شاء الله أبشر الصحيح ابشري مرحبا اختي فهد ألو السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله. مرحبا الشيخ كيف الحال؟ أهلاً وسهلاً. طويل العمر أنا عندي سؤال بس من الوالدة. الوالدة تسأل تقول رجل طلق زوجته. زين؟ والاثنين تنازلوا عن حقوقهم المادية. وفي ذهب في قطع ذهب عند الرجل. زين هل قطع الذهب هذه تكون من نصيب الرجل ولا ترجع للحرمة؟ لأن الذهب هذا الرجل خضاء اشترى الحرمه عن طريق من المهر يعني. ايه. ايه. طيب هاريكو. عفوا يا فهد بالنسبه للتنازل هذا كيف تنازلت الان الحرمه عن جميع الحقوق الماليه قصدها المؤخر يعني؟ المؤخر والذهب وكل شيء يعني هم الاثنين. هي تدري ان هي تدري ان عند عند زوجها ذهب لها. ايه ايه وهو التدريب. تنازل وش, وش يطلب من الحرمه هذه هو؟ يعني وش منهم ما أنت قلت تنازل هي تنازلت عنه وتنازل عنها. إيه. وش تنازل عنها فيه؟ عن كل شيء يعني تنازلوا تطلقوا وتنازلوا الحين السؤال أنه هل هذا يكون من حق الرجل ولا طل... يرجع؟ طلقها ولا خلعها ولا خلعته؟ طلقوا هم الاثنين هم طلقوا ها؟ إيه طيب تقول لي كل واحد تنازل عن الثاني، أنا ما فهمت هو شلون تنازل عن اللي عند زوجته؟ تنازل عن البيت تنازل عن سياره وش تنازل لها فيه عن الحقوق الماديه هي كانت الذهب هذا يعني الذهب موجود وفلوس اي بس الذهب تقول عنده هو ايه الذهب موجود هي قالت البيت الذهب صح والفلوس اللي, اللي لي عندك خلاص انا متنازل عنه هو وش تنازل عنه فيه يعني عندها والله ما سالت ما... الوالده شكلك انت لا لا هي موجوده عندي فضيت الشيخ طيب عطرة عطى خل تعطينا العلم الوالده ها

تفضل ابو محمد السلام عليكم شيخ خالد السلام ورحمه الله وبركاته كيف صحتك يا شيخ مرحبا ابو محمد أك طيب الله يحييك تفضل متى نقول اشهد ان لا اله الا الله وبسم الله الرحمن الرحيم اي أيوة وقت يعني شلون متى نقول يعني بسم الله دخلنا مثلاً الغرفه ولا شيء ولا متى نقول بسم الله ايوه يعني ايوه يعني. أيوة. واذا خلصنا مثل اللي توضينا اخر شيء نقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله ولا كيف؟ يعني قصدك في الوضوء ها؟ في الوضوء ولا غير فعل. وضوء بعد ممكن يكون ابشر ابو محمد شكرا جزاك عفوا مرحبا طيب اكتفي بهذا القدر ارجع الى الاسئله ابو ياسين من فرنسا بارك الله فيه يقول طبعا ذكر بانه اقترض لشراء منزل يقول تورطت في هذا القرض ما كنت اعلم والحمد لله يقول تعلمت وكذا يقول بعدما يقول أحضرت تصميم المنزل أعطوني ثمانين ألف في قسم منه يعني بفائدة وقسم آخر من دون فائدة يقول طلبت من قريب لي أعاني أيضا بقرض الآن يقول سددت القرض اللي بفائدة بقي القرض اللي من دون فائدة وقرض القريب يقول ماذا أفعل بـ بـ في هذه الطريقة تسدد القرض يا أبا ياسين واجب عليك الآن أن تسدد القرض وبالنسبة للبنك الذي اقترضت منه انت ملزم بالسداد سيطالبك ويحاكمك اذا ما ما سددت ولذلك تخلص من القرض الذي للبنك او المصرف وبعدين صاحبك هذا او قريبك ايضا تسدده الا ان يتنازل او يعفو عنك بارك الله فيك. ابو ياسين يقول اخو زوجتي من الصم والبكم يقول لا يعرف شيء ابدا العربيه ولا يعرف الصلاه عمره 42 سنه يقول ما هي الخطوات التي يمكن ان نستعملها معه لاجل الصلاه. ابو ياسين بارك الله فيك الان ولله الحمد في هذا الزمان من نعم الله عز وجل على الناس لا سيما هذه الفئه الذين يعانون وهم فئه الصم والبكم يسر الله عز وجل لهم يعني وسائل واساليب طيبه جدا تدخل اليهم المعلومه مثل زميلنا اللي في لغه الاشاره اليوم غايب جزاه الله خير عنده محاضره ينقل الفتوى الان للصم ول للصم وللبكم يعني يفهمون ويتابعون ويتواصلون معنا ولله الحمد يعني بشكل جيد يسالون عن دينهم يسالون كذا على خلاف الزمان السابق يعني الصم والبكم يعني تقريبا في عداد الاموات ما يفقه شيء ابدا الصم والبكم ما يفقه شيء الان ولله الحمد هناك لغه الاشاره حتى هناك أه وسائل كثيره يتعلمون ولذلك اخ الفاضل انت امامك خطوه واحده فقط وهي انك تدخل هذا الاخ تدخله معهد او تدخله دوره من الدورات التي يتعلم من خلالها الاشارات هذه الاشارات ويلقن أول ما يلقن الاعتقاد السليم معرفه بان الله جل وعلا واحد لا شريك له وانه مستحق للعباده وأن محمدا عليه الصلاة والسلام هو خاتم المرسلين ثم بعد ذلك يعلم كيفية الوضوء أعتقد ما دام مبصر سيتعلم كيفية الوضوء بشكل سهل وأيضا يعلم الصلاة ويعلم أيضا الموجبات الوضوء وموجبات الغسل مهم جدا عندنا نواقض الوضوء يتعلمها ضروري وعندنا موجبات الغسل ما دام أنه في هذه السن فلا بد من إخباره بأن إذا صدر منه الشيء الفلاني فإنه يجب عليه أن يغتسل، وهذه يا أخي الفاضل تحتاج إلى إدخاله دورات أو مراكز أو مؤسسات تعتني بالصم والبكم. عتيق من المغرب بارك الله فيه يسأل طبعا هو سأل بالأمس قال بأن يريد أن يكتب أمواله بأسماء بناته فقط يقول أنا ما عندي إلا بنات وناوي أحرم بقية الورثة يقصد إخوانه. يقول ما حكم ذلك؟ عتيق بارك الله فيك، أولا بالنسبه للانسان يجوز له في الحياه ان يهب ماله لبناته او لاولاده عموما الذكور والاناث وان يسوي بينهم ويجوز له ان يتصدق بماله كله ويجوز ان يوقف ماله ولا احد يستطيع ان يقف معترضا عليه ولذلك ابو بكر الصديق رضي الله عنه لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الى الصدقه جاء بماله كله فقال له النبي عليه الصلاه والسلام ما تركت لاهلك يا ابا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. الله اكبر. عمر بن الخطاب جاء بنصف ماله، قال ماذا تركت لهم يا عمر؟ قال النصف وعثمان رضي الله عنه كان ينفق انفاق عجيب، والمقصود يا اخي الفاضل بان الانسان حر انه يتصرف في ماله، واذا اراد ان يهب بناته لا باس، لكن اذا نوى النيه السيئه بان يحرم اخوانه اخوانه مع حاجتهم الى المال فهذا لا يجوز، ولذلك القاعده الشرعيه ان ان الانسان يعامل بنقيض قصده بنقيض قصده، فاذا تقول والله بناتي فقيرات، مسكينات، ما عندهم احد، انا اخشى عليهم العيله بعد الوفاه، يعني الانسان كما قال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وما يمنع انك تهبهم المال الان تشتري لهم بيت تسجل باسمائهم مثلا توزع المال عليهم لكن اذا نويت الاضرار باخوانك مع حاجتهم الى المال فهذا لا يجوز هذا لا يجوز يقول النبي عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بالنيات وما تدري يا عتيق ما تدري ايهم اقرب لك نفعا ما تدري قد يكون اخوانك اكثر نفع لك بعد وفاتك من بناتك ما تدري الله اعلم وقد يكون بناتك اكثر نفع من جميع الناس. فأنا قصدي شيل هذه النية واحمل سلامة في صدرك إلا إذا والله إخوانك الآن مؤذينك، أن في يوجد بعض الناس يقول أنا عندي إخوان ما عندي إلا بنتين ثلاثة وعندي إخوان قاطعين فيا قاطعين الرحم مؤذين مسببين لي مشاكل مشوهين صورة العائلة لا هذول ما فيهم خير. يجوز أنك تعطي بناتك في حياتك. لكن إذا كانوا طيبين وفقراء وناس يعني ممكن انك تكسب فيهم الاجر، أنا أنصحك بأنك تبقي الحال على ما هو عليه. رنا من أبو ظبي تقول عندنا عندي زكاة مال محبوسة لمدة سنتين لوحدة من قريباتنا طالبة على أساس نعطيها رسوم الجامعة تقول ما التحقت، هذا المال ماذا نفعل به؟ رانا بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك، هذا المال يجب عليك اليوم قبل بكره، اليوم اليوم، قبل بكره تعطينا الفقراء والمساكين، حبس الزكاه ما يجوز محرم تأخير الزكاه بهذه الصوره حرام ولا يجوز، ومسألة الدراسة قد لا تدرس أبداً هذه البنت، تنتظرين تحبسين المال مدة طويلة حتى والله تدرس؟ لا، ولذلك اصرفي على الفقراء، على المساكين، على الغارمين اللي ما عندهم قدرة على السداد، وإذا قدر الله القريبة هذه قالت والله أنا بدرس قولي لها انتظرين السنة الجاية مثل ما أخرتكم وعطلتكم، أنتم تقولون انتظري على زكاة السنة الجاية إن شاء الله إن يسر الله بنوفر لك إن شاء الله الزكاة. فهد من رأس الخيمة يقول رجل طلق امرأته وتراضوا فيما بينهم، كل واحد قال أنا متنازل عن الآخر، متنازل عن الآخر. يقول فهد أن والدته، طبعا هذا السؤال من والدته. تقول بأن عندها ذهب موجود عند الزوج وتنازلت عنه. وذكر بانه يعني هو قال انا بعد مسامحك قد يكون في بعض الحقوق، يقول ما, ما الحكم؟ فهد الله يرضى عليك سلم على الوالده وقل لها التالي: اولا اذا كان والله اتفق الزوجان على ان يفترقا يطلق الزوج زوجته وعلى ان كل واحد في حال سبيله والحرمه تقول ابدا انا مسامحتك دنيا واخره واللي عندك من حقوقي الذهب والنقود تراك مسامح فيه خلاص هذا من حق الرجل. وعندنا قاعده فقهيه ان الساقط لا يعود. الساقط لا يعود. والزوج قال لها انا اذكر عندي مبلغ حاطه عندك ولا انا والله اشتريت لك سياره ولا اشتريت لك كذا ابد مسامحك فيه، خلاص هذا كله الساقط لا يعود. الحاله الثانيه مشكله بينهم اتفقوا على الطلاق، قال لها سامحيني، قالت له انت سامحني بعد، مسامحين بعض اللي عندي سامحيني فيه، قالت اللي عندك مسامحتك فيه لكن نسيت الذهب. اللي من مهرها بعدين تذكرت قالت في ذهب لي انا ما كنت ناويه الذهب فيه فلوس لي انا ما كنت ناويه ان هذا ظنيت اشياء يسيره نعم لها الحق في ان تطالب بهذا الذهب اللي هو من مهرها لها الحق خاصه وان الفراق ما حصل عن طريق خلع وانما الطلاق من قبل الزوج فهذه راجعه الى نيتها والله اعلم بما في قلبها فاذا قالت أنا ناسية إني في ذهب عنده لي الآن لها الحق الطالبة أما تقول لا والله أنا بالفكاك وبالخلاص والذهب اللي عنده أنا مسامحته فيه لا لا ما 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 لها حق إنها تطالب بهذا الذهب. أبو محمد بن أبو ظبي يسأل يقول بالنسبة لقول بسم الله متى نقولها؟ أبو محمد بارك الله فيك بالنسبة لقول بسم الله نقولها في بداية الوضوء ونقولها في بداية الغسل ويقولها الرجل والمرأة في بداية الجماع ويقولها الرجل عند الاكل ويقولها الرجل اذا جاء يدخل دوره المياه المرحاض اكرمكم الله يقول بسم الله ويقولها اذا طلع من البيت ويقولها اذا دخل البيت ويقولها اذا دخل المسجد ها يقول بسم الله ويقول بسم الله الرحمن الرحيم اذا قرأ القران ها هذا كله يقول بالنسبه للوضوء ان تقول وبعد الوضوء التسميه في اول الوضوء في اخر الوضوء يقول سبحانك اللهم و يقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك هذا احد الادعيه والدعاء الثاني اشهد ان لا اله الا الله هو وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ولو زاد على من يصحح روايه الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين لا باس لان صححها بعض كثير من اهل العلم من من اهل الاختصاص انتهى وقت البرنامج وانتهت الأسئلة أي نعم وانتهت الأسئلة اللحم طبعا المخرج يذكرني بأن هناك غدا إن شاء الله صلاة الاستسقاء قبل صلاة الجمعة وأيضا أنبهكم على أن غدا إن شاء الله حلقة الإجابة على أسئلة الواتساب ويوم السبت كذلك ألتقيكم مباشرة والأحد القادم بحول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا حمله الان من جميع المتاجر الالكترونيه